ومانيش من النوع هذاك اللي هو يشوف الحق ويقول عكسه، وماني حتى مع جهة، مع المصلحة نتاع البلاد. إذا كانت المصلحة نتاع البلاد يحققها تربون، نمشي مع مصلحة البلاد مشي معاه هو. إذا كان مصلحة البلاد يحققها زيطوط، نمشي مع مصلحة البلاد مشي مع زيطوط، إلى غير ذلك. شفت أنا باللي بعد ما هما فرضوا الأمر الواقع، لأنه كانت فيه مقاطعة للانتخابات، ولكن هما فرضوا الأمر الواقع. وراكم شفتوا الآن أمريكا راه دير في اتصالات مع النظام الجزائري على رأسهم تبون، راكم شفتوا اعتماد نتاع السفراء، ألمانيا فرنسا بريطانيا دول كبرى راه تتعامل مع هذا النظام. أنا مانيش من النوع هذاك اللي هو راسه مسكر، تتشوف فيهم باللي معترفين بهم ويربطوا في علاقات معاهم ويديروا في صفقات معاهم، وانت تدير روحك باللي ما على بالك بوالو ماك شايف والو. لا لا يا صاحبي، فرضوا امر واقع. انا وش قلت؟ قلت باللي يا سيدي احنا ما نكونوش حجر نتاع عثرة. قلنا اذا كان درك هو راهو جاب الخطاب الاول نتاعو، فوتوه في عدد من القنوات الفضائية وقال باللي امد يدي للجميع، سمعتوها؟ وقال باللي هو راهو مع جمهورية جديدة ومع جزائر جديدة. انا وش قلت؟ قلت لكم اعطيو له وقت، وقلت له ورينا حنا تديك. انا ما سنيتش، ما انتخبت، ما درت له حملة، قلت لكم اعطيو له فرصة على جال باش هو يثبت اذا كان هذا الناس راه عندهم نية، على جال باش هما يحوسوا يديروا تغيير. اذا كان هاد الناس راهم يحوسوا على الخير تاع البلاد، حنا نعاونوهم، علاش نقفوا ضدهم حنايا؟ ولكن اذا كان هاد الناس انحرفوا، حنا رانا فيما بعد رايحين ناخذوا الموقف نتاعنا. وهذا هو الشيء اللي الان انا رايح نتحدث عليه. الان بعد عام من الحكم نتاع تبون، واش الشيء اللي تغير في البلاد؟ كما قلت لكم انا من الناس الموضوعيين، كائنا من يكون لا احد باستطاعته هو ان يبني جزائر جديده في عام او في عامين او في 5 سنين او في 10 سنين. واللي قال لكم يبنيها في 5 سنين ولا 10 سنين هذا انسان كذاب. خطر ذكر انا نشوفه بعينينا، انسان لما يجي يبني بيت راهو يقعد فيها عام او عامين، فما بالكم انتم بناء جمهورية جديدة. لكن في نفس الوقت كاينة اشياء ما تطلبش 40 عام، باسبور جواز سفر نتاعي ممنوع من جواز سفر عام في الحكم نتاع تبون. هذا الشوكر اللي راه درك انا مانعني من البلاد، شكون هما؟ قال درك في وقت سابق كانت الجماعة نتاع بوتفليقة سيدي، قال ودي ودك ربما كاين بعض من الناس يقول لك علاش انت راك تدخل في هذه القضية، هذه راه قضية شخصية، دوك نجاوبكم عليها، ماهيش قضية شخصية، راني نتحدث على الدستور. خطر لو كان جات هاد الناس هادو يأمنوا بالدستور، ما كان حتى مادة في الدستور اللي تمنعني أنا من دخول البلاد، ومع ذلك ممنوع. شكون هذا الشوكر اللي راهم في البلاد؟ هذا قلتو باللي العصابة راهم في السجن، والله راني غلط. وقلتو باللي راكم مع جزائر جديدة، وين راه هذه الجزائر الجديدة؟ هذه الجزائر التي تغلق فيها المساجد بحجة كورونا، ونحن نؤمن باللي راهو كاين هذا الفيروس هذا، ماناش من النوع هذاك اللي قال ما كانش منه راهو فيلم، مؤمن باللي كاين هذا الفيروس. ولكن هذه الجزائر الجديدة التي تغلق فيها أبواب المساجد وتفتح فيها بيوت نتاع الفساد،
تفتح فيها القاعات للتجمعات للتصفيق. الدستور لم يستفتى فيه الشعب. الاستفتاء مش فقط بالتصويت، الاستفتاء هو انك انت تفتح حوار تشارك فيه مؤسسات تاخذ بالرأي نتاعها، ماشي تعهد نتاعك انت. قال هذا التبون راهو تعهد اثناء الحملة الانتخابية نتاعو، وراهو قال اتعهد على جال باش نعدل الدستور، ودرك هو راهو يفي بالعهد نتاعو. اما لا الدستور نتاعك انت مش تاع شعب. احنا نحوسوا هذه الجزائر الجديدة لا مشيخة فيها ولا زعامة، نحوزوا على جال باش الشعب الجزائري يشارك في هذا الدستور. هما خيطوها منذ البداية، جابوها لك كريم يونس حطوه في لجنة الحوار، وجابوها لك شرفي حطوه في نتاع الانتخابات، وفوتوا الانتخابات كما يحبوا، فرضوا الأمر الواقع، والآن ماشيين نفس الطريقة. الشعب على خرج، الشعب خرج وكان يقول كليتو البلاد يا سراقين، وإلى غير ذلك من شعارات. الشعب لم يخرج للمطالبة بتعديل الدستور، لم يخرج لاستبدال بوتفليقة بتبون. الشعب لم يخرج من أجل استبدال قايد صالح بشنقريحة. شعب خرج لأنه كراه من الظلم، كراه من التمسخير، كراه من الفساد، كراه من الحقرة، كراه من التهميش. الشعب الجزائري خرج على جال فعلا يحوس على جزائر جديدة، جزائر جديدة اللي فيها إطارات، جزائر جديدة اللي فيها رجال اللي يبكيو على هم البلاد، جزائر نتاع الكفاءات، جزائر نتاع النزاهة، جزائر نتاع الجميع باختصار. ولكن للأسف الشديد راحت عصابة، جات عصابة واحدة أخرى.